فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجب هجر المبتدع؟ نعم، إذا كان هجره فيه ردع له يتوب إلى الله عز وجل، وكل عاصي إذا كان في هجره ردع له لعله يتوب، نعم يهجر. أما إذا كان هجره لا يزيده إلا شرا فلا يهجر، لكن يتواصل معه النصيحة، تواصل معه النصيحة والتذكير. نعم.